سلام عليكم البنات، كديرين؟ كل شيء مزيان. المهم البنات، اليوم غنوجد واحد الطاجين ديال اللحم بالخرشوف، كيجي زوين. وهذا وقت ديال الخرشوف، يعني كيجي زوين داك الطاجين ديال الخرشوف. غادي ندوز ناخذ اللحم ديالي، لانني خديت تقريبا واحد نص كيلو. انا ما كياكلوش ليا البنات اللحم، كاينه غير انا وراجلي اللي غناكلوا اللحم، يعني هما ما تيذوقوش، قليل فين تياكلوه. غادي ندير واحد معلقه صغيره ديال الزعفران، وقدرت واحد البصيله قطعتها رقيق شلطتها. وغندير واحد نص معلقه ديال الابزار، واحد نص معلقه ديال سكينجبير. انا ما غاديش نستعمل التحميره، اللي كيبغي يستعمل بابريكا او تحميره يقدر يستعملها، انا ما غاديش نستعملها صافي. وغادي ندير واحد تقريبا نص كاس ديال زيت البلديه، الكوكوط ديالي كدور مع سمعه ما بغاش تجلس صافي. وغادي نضيف عليهم واحد شويه ديال القزبر والمعدنوس، انا القزبر والمعدنوس كانوا عندي في الكونجيلاتور، غادي نجبدهم. وغادي نضيف واحد شويه صافي، غادي نقطع واحد شويه معينكم ميزانكم شويه وصافي، على حسب اللحم اللي غادي تستعملي صافي. وغادي ندوز نحرك مزيان ونديرهم فوق البوطه يتشحروا صافي. غادي نحركهم مزيان، وغادي نحتاج واحد الحامض، وغنحتاج الزيتون الاحمر اكيد، والخرشوف. حطيت الكوكوط ديالي فوق البوطه، بقيت تنحرك نحرك حتى هبطات لي ديك البصيله كما كتشوفوا في الصوره، يعني هبطات لي البصيله مزيان. عاد غادي ندوز باش نبللها اكيد بالماء طايب، وغادي نسد على الحيمات ديالي حتى يطيبوا، وغندوز نرمي الخرشوف ديالي. غندوز انا في هذا الاثناء ملي نسديت على اللحم ديالي كيطيب، غادي ندوز باش نقي الخرشوف ديالي. خديت واحد البانيو ودرت فيه شويه ديال الماء، وغادي ندوز نقطع واحد الحامضه على أربعة او على جوج، ونعصر منها واحد شويه في الماء باش ما يكحلش ليا داك الخرشوف ديالي. غادي نعصر هكا واحد الطريف باش ما يزرقش ليا الخرشوف. وغنحتاج لهاد الجيكسه ديال السلك هكا، كتباع هكا مع بدرهم ودرهم ونص، يعني ضروري غتاخديها جديده. وغادي ندوز نقي بها الخرشوف ديالي كما كتشوفوا، راه كتجي واحد الطريقه زوينه وما كتمحنش. غادي نحيد هاد الشوك ديال الخرشوف هكايا بالموس، غادي نحيدو. ديجا هاد الخرشوف اللي عندي انا ما فيهش شوك بزاف، واخا هكاك كدوزي دوزيها هكا على الخرشوف من الفوق ومن التحت، راه هكا تزول لكم هذاك الشيء بسهوله وكتجي زوينه. وباش في العواض اللي غتبقاي ديري بالموس، يعني الموس ما كيحيدش كلشي داكشي، هذه الطريقه كتجي زوينه كتحيد لينا كلشي. غادي ندوزها على الخرشوف ديالي كامل من الفوق ومن التحت بحال هكا صافي. وغادي ندوز بحال هكا، غادي ندوز نقطع دابا بالموس بحال هذا الشكل هذا، غادي نقطع بالموس. وغادي نحاول نجر هذوك الخيوط اللي تيكونوا في اللور ديال الخرشوف، يعني راه كلشي تيعرف كيفاش ينقي الخرشوف، هذه فقط كفكره وصافي. والطريقه ديالي انا بغيت نشاركها معكم كيفاش كندير نقي الخرشوف صافي. غادي ندوز نقي هادشي كامل بحال هكا بنفس الطريقه، غادي نبقى كننقي وكنجر هكا هاد الخيوط. وديجا واخا هاد الخرشوف يعني كيبان لكم فيه الخيط، راه تيبان فتي، راه الخرشوف طري فتي زوين، يعني رطب، يعني ملي نطيبتو ديك الساعه جا زوين، جا زعما فتي واخا ماشي شارف صافي. غادي ندوز انا نكمل بنفس الطريقه، يعني كندوز على الخرشوف بحال هكا من الفوق ومن التحت بنفس الطريقه، حتى غادي نزول هادشي كامل وكنحيد بالموس، يعني راه ما كيخلي حتى شي حاجه، راه كيحيد هذاك الشيء كامل للوسط، يعني راه غير وقيلا على ما اظن الصوره، كنتمنى تكون واضحه لكم الصوره صافي. وغادي كندوز بهذا الشكل كما كتشوفوا، يعني نتمنى من الله تكون الصوره كتبان مزيان صافي. وكنجر بحال هكا هذا الشكل هذا، كيحيدوا كاع دوك الخيوط اللي تيكونوا صافي. وغندوز نكمل انا بنفس الطريقه حتى نكمل الخرشوف ديالي كامل، وعاد ندوزو نرميوه في فوق اللحم ديالنا بعد ما نشوفوه زعما طاب صافي. غادي ندوز نكمل ونتلقاو من بعد باش نشوفوا الباقي ديال الطريقه.
دازت واحد المدة تقريبا ديال واحد نصف ساعة، اللحم عندي شوية صغير. صافي سديت على اللحم ديالي حتى طاب، حليت لقيت اللحم راه طاب. دابا غادي ندوز رمية داك الخرشف ديالي اللي مغسول مزيان كان مرقد في الحامض. صافي غادي نرميه كامل. صافي البنات ما تديوش على الكمية اللي دايره انا، لاننا حنا قلال يعني، اكيد نتوما راه كل واحد تي يستعمل الكمية لا حسب العائلة ديالو. حنا راه العائلة ديالنا غير صغيرة، ماشي شي حاجة، ماشي زعما كبر، غير انا وراجلي تقريبا اللي تناكلو. صافي غادي ندوز نرمي هذاك الخريشفات ديالي كاملين صافي، ونسد عليهم حتى يطيبوا ليا، وعاد ندوزو نشوفو الطبق النهائي ديالنا. صافي غادي ندوز نكمل انايا الرميان ديال الخرشف ديالي، كيهربوا ليا الكلمات. صافي وغادي نزيد عليهم واحد المطيشه محكوكه، واحد المطيشه محكوكه صافي. وغادي نسد الكوكوط ديالي حتى يطيب. ملي حليت الكوكوط ديالي لقيت الخرشف طاب، درت عليه داك الزيتون وداك الحامض مصير. صافي وغادي نشحر واحد المده ديال 5 دقائق وندوزو نشوفو الطبق التقديم. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الخرشوف، هذا هو الطبق ديالنا، كيجي زوين وكيجي معلك ولذيذ. نتمنى من الله يكون نال اعجابكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. والى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.